ونجيب بنات فرافير، هنقلع الرجال ونجيب بنات فرافير، وننسوا في الشوارب وندهن في المناكير. وبدال الصف عيابة هننزل الولاوين، وبدال الصف عيابة هننزل الولاوين، وهنلبس الفيزون ونشرف الشراويل. ونلبس الفيزون ونشرف الشراويل، ونلبس الفيزون هنقلع الرجال ونجيب بنات فرافير، ونحلق الشوارب وندهن المناكير. لما زرار شو وقفكم؟ شو عم تساوي؟ يلا احلق من هون ليه عوام؟ والله اخصوم من اجارك يا محمد. اذا ضبطت والله مشروع لنغلق فيه لك سبع افكار. افكاري صفر باليد واحد. معقول انت لك عماد معه؟ 30,000. لك حاجة تعمل لي 30 و40 يا زلمة؟ صرنا ساعة مننزل بطيخ، اتحسوس، قوم ساعدنا. لك شب انا سعيد، انت اللي مو معقول، مرة بتقلي انا بحب البطيخ وبحب اشتغل بالبطيخ، ومرة بتقلي قوم ساعدني، شو قصدك انت؟ بعدين نحن شركة، يعني كل واحد اختصاص، انا بحسب، انت بتشتغل بالبطيخ. خلص خلص اخي خلص. في شغلات انت ما عم تفكر فيها، هلا عدت شاي بدنا ولا ما بدنا؟ بدنا. ما بدنا كيلة مشان الغلة. مظبوط خلاص. انت بتفكر بهيك شغلات انت؟ المهم خيو انا جوعان. وانا جوعان. قوم جيب لنا سندويشتين فلافل. انا؟ لك انا بدي اروح اجيب فلافل، مالك شايفني مشغول بالحسابات؟ هات مصاري. سيك. جيب لنا تنتين تبع ال 15، هي 30 ليرة، بس وينك؟ رح انزلهم هدول بمصروف. ها؟ ماشي هات. لا حدا يمد ايده لتجي. يلا هات. مشان الله لا تواخذوني يا جماعة. ما بتتأخذي خلصينا. شرفي سعاد شرفي. هانت ها؟ هي خلصنا من المباراة. والبسطة الحمد لله عم تعمل أحسن غلة. تسلم تسلم يا أبو جانتي، عبال عندك إن شاء الله. من تمك لباب السما يا رب. على الجواز ولا على البسطة أمي؟ على الجواز مو على البسطة أنت كمان. بسطة شو؟ لك البسطة اللي فتحها عماد وسعيد شبكون. لك البسطة عواطف، شبكي البسطة تبع سعيد. أول مرة بسمع بهالبسطة، على أساس أنت بتعرفيها يعني. لك كان بعرفها حكى لي عنها بس ما قال لي وين. البسطة بسطة عواطف. فتح لنا واحد يقول هال شبكو. يلا ادعوا لنا فاشل أمي. ما هو أنا تقبرني، دير بالك على حالك. ها إيه أمي. مع السلامة ابن عمتي، دير بالك من النقط. ولي سعاد، ليش أنت إمتى شفتي لسعيد ولا كذابة؟ شفته شفته. بعدين أنت ما دخلك. لا تقولي وليه خاطرك. لك سعاد شبكي، لك تعي فهميني شو القصه.